وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي الليبي السيد مصطفى الساقزلي. مرحبا بك أستاذ مصطفى. أنباء عن استعادة القوات الحكومية معسكر اليرموك بعد ساعات من استيلاء قوات حفتر عليه، بما تفسر إخفاقات قوات حفتر المستمرة رغم دعم بعض الدول الإقليمية والغربية؟ نعم، قوات حفتر لها الآن 25 يوما تحاول دخول العاصمة، ولكنها باءت بالفشل نتيجة المقاومة العنيفة التي واجهتها في جميع المحاور التي حاولت الدخول منها، وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وهناك مئات من الأسرى. الحقيقة يعني كان يتوقع حفتر وداعميه ومعسكره أن تكون معركة طرابلس سهلة تحسم في بضعة أيام، ولكن حساباتهم كانت خاطئة، وواضح أنه كل يوم يتقهقر من يعني منذ يومين وقوات حفتر يعني تستخدم القصف الليلي الذي يستهدف المدنيين. يعني هل يتبع حفتر استراتيجية جديدة أم أن الداعمين يريدون غطاء ما لعملياتهم؟ وطبعا حفتر يعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا، وهذا الدعم يتمثل بالدرجة الأولى في موضوع الطيران سواء الطيران الليلي أو الطائرة بدون طيار التي تقصف في الآونة الأخيرة في وقت متأخر من الليل في بعض تواجد الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، بعض المعسكرات، وكذلك بعض المناطق التي يقطنها المدنيين. هذه إحدى استراتيجيات حفتر في يعني طيب في حرب في ظل هذه الغارات. يعني حكومة الوفاق تؤكد رفضها وقف إطلاق النار في طرابلس في مواجهة قوات حفتر، يعني ما الأوراق التي تستند عليها حكومة الوفاق لاتخاذ هذا الموقف؟ طبعا حفتر هاجم طرابلس بشكل مفاجئ، دون يعني عكس ما كان متوقع. يعني كان الليبيين يذهبون الى الحوار في مدينه غدامس ففاجأ الجميع، فهذه المفاجأة جعلته يعني يصل الى تخوم طرابلس. فحكومه الوفاق ترى ان فتح باب الحوار او وقف اطلاق النار يجب ان يكون بعد أن ينسحب حفتر إلى المنطقة الشرقية التي أتى منها، وإلا يعتبر وقف إطلاق النار يعني تمكين لحفتر في أن يبقى حوالين طرابلس. كيف تصف أو كيف تنظر إلى التعاطي الدولي لهجوم حفتر على عاصمة الحكومة الشرعية؟ الحقيقة التعاطي الدولي كان صادم لأغلب الليبيين، وقد ذكر ذلك وزير الداخلية أن يعني هناك فقدان للثقة في المجتمع الدولي، حيث أن المجتمع الدولي كان يدفع باتجاه المصالحة والتوافق، ثم حفتر فاجأ الجميع ولم يكن المجتمع الدولي على المستوى في هذا الأمر، فلم نسمع تنديدا قويا من المجتمع الدولي والبعثة وبعض الدول في المنطقة. على العكس، بعض الدول تتماهى معه وتدعمه. المبعوث الأممي غسان سلامة يقول إن الانقسام داخل مجلس الأمن هو ما يعرقل وقف إطلاق النار. هناك من يرى أن هذا الانقسام هو مفتعل لإعطاء حفتر فرصة لإنهاء مهمته. إلى أي مدى ترى صحة هذا الرأي؟ نعم، يعني ما قام به حفتر هو اعتداء واضح على حكومة جاءت بتوافق دولي، فكان من المتوقع أن تقف كل الدول المشاركة في الحوارات السابقة في الصغيرات والداعمة للتوافق في ليبيا والمعترفة بحكومة الوفاق الوطني. كان من المفترض أن تقف ضد هذا العدوان خاصة في مجلس الأمن، ولكن الانقسام الذي حدث بيّن أن هناك بعض الدول هي يعني داعمة لهذا العدوان، وإن كانت لم تصرح بذلك علنا، ولكن موقفها في مجلس الأمن واعتراضها على القرار الذي قدمته بريطانيا يوضح أنها يعني داعمة لحفتر. من إسطنبول المحلل السياسي الليبي مصطفى ساقزلي، شكرا جزيلا لك.